بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. بيثير القديس كيرلس الكبير سؤال: هل التلاميذ أخذوا نعمة الروح القدس أو عطية الروح القدس عندما نفخ الرب في وجوههم بعد قيامته قائلا: اقبلوا الروح القدس، أم أخذوها في يوم العنصرة؟ أم أننا نفترض أنهم نالوا نعمة مضاعفة في يوم الخمسين؟ أم أننا يجب أن نبقى جاهلين المناسبة التي فيها صار الرسل شركاء الروح القدس؟ دي الأسئلة اللي بيثيرها القديس كيرلس الكبير، وبيقول أنه إذا ما كان ما ذكره مخلصنا في سفر أعمال الرسل صحيحا، فإن السؤال يغرينا بالبحث، خصوصا أن المسيح نفسه قال: خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي، ولكن متى ذهبت أرسل إليكم. ومن يسأل سوف يقول أيضا أن الحق الذي هو المسيح لا يكذب، وعندما يقول بكلمات واضحة إن المعزي لن يأتي للتلاميذ إلا إذا ذهب هو للآب، وأنه متى ذهب للآب سوف يرسله، أي متى صعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، فكيف أعطى الروح القدس فور قيامته وقبل صعوده؟ فبيقول القديس كيرلس الكبير إن بحث هذا الموضوع محير وغامض جدا إذا لم نتذكر إيماننا في المسيح الذي هو الإله القادر على أن يضبط كل كلماته وأن يعطي المعاني الدقيقة لكل كلمة يقولها. المسيح أعلن أنه سوف يرسل لنا من السماء المعزي عندما يصعد إلى الآب، وبكل يقين فعل هذا، لأنه بعد صعوده سكب الروح بغزارة على كل الذين كانوا يرغبون قبوله، لأن كل إنسان يستطيع قبول الروح القدس بالإيمان والمعمودية المقدسة، كما قال النبي: سأسكب من روحي على كل جسد. ولكن كان من الضروري بالنسبة لنا أن نرى الإبن يمنح لنا مع الآب الروح القدس، لأن الذين آمنوا به أي بالإبن كان ضروريا لهم أن يؤمنوا أنه قوة الآب الذي خلق العالم كله وخلق الإنسان من العدم، لأن الله الآب في البدء بكلمته أخذ من تراب الأرض كما هو مكتوب وخلق الإنسان كائنا حيا له نفس عاقلة حسب إرادته، وأناره بنصيب من روحه ونفخ في أنفه نسمة الحياة. ولكن عندما سقط الإنسان بعصيانه واستعبد لقوة الموت وفقد كرامته القديمة، أعاده الله الآب وجدده إلى الحياة الجديدة بالابن كما كان في البدء. وكيف جدده الابن؟ بموته بالجسد ذبح الموت وأعاد الجنس البشري إلى عدم الفساد عندما قام من الموت لأجلنا. ولكي نعلم أنه هو الذي في البدء خلقنا وختمنا بالروح القدس، بذلك يمنح مخلصنا الروح القدس من خلال العلامة المنظورة أي نفخته للرسل القديسين، لأنهم باكورة الطبيعة البشرية المجددة. وكما كتب موسى عن الخلق الأول أن الله نفخ في أنف الإنسان نسمة الحياة، يحدث نفس الشيء الذي حدث في البدء عندما يجدد الله الإنسان، وهو ما يسجل يوحنا هنا: وكما خلق الإنسان في البدء على صورة خالقه، كذلك الآن
بالاشتراك في الروح القدس يتغير إلى صورة خالقه ويصبح على مثاله. ولا يوجد لدينا أدنى شك في أن الروح القدس هو الذي يختم صورة المخلص على قلوب الذين يقبلونه، أي الذين يقبلون المخلص. أما في أيام العنصرة المقدسة فقد أعلن الله علانية نعمته وأظهر مجيء الروح القدس للكل وليس للتلاميذ فقط، لذلك ظهر مجيء الروح القدس بشكل ألسنة نارية. لم يكن هذا بالنسبة للتلاميذ بداية نعمة الروح القدس الذي سكن في قلوبهم، ولكن بداية نعمة التكلم بالألسنة، كما هو مكتوب أنهم بدأوا يتكلمون بألسنة كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. وهذا يعني بداية التكلم بالألسنة وليس بداية التقديس، لأن العنصرة بداية عمل العطايا المتنوعة ولا سيما الألسنة المختلفة، أي بداية عمل الروح القدس الذي فيهم. وكمثال على صحة ما نقول، لقد تكلم الآب من السماء وشهد عن ابنه قائلا: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. ولم تكن هذه بداية الابن، بل بداية الإعلان عنه لكي يكمل بهذا الإعلان معرفة الذين سمعوا صوته. وكما جعل صوته يصل مثل نغمة إلى الأذان، هكذا أيضا في يوم العنصرة جعل ظهور وإعلان النعمة التي وهبت للتلاميذ القديسين بشكل ألسنة نارية، وجعل نزول الروح القدس يشبه صوت ريح عاصف. كان كل هذا علامة لليهود، وسوف يظهر ذلك بكل وضوح إذا سمعنا كلمات الله رب الكل قائلا على لسان النبي: بذوي ألسنة أخرى وبشفاه أخرى سأكلم هذا الشعب. ولكي نؤمن أن التلاميذ القديسين قد اشتركوا فعلا في الروح القدس، وأنهم قد أكرموا بنعمة المسيح التي من فوق، ووهبوا أن يشرحوا الحق، وأن مجد رسوليتهم يستحق كل الإعجاب، قدمت لهم الشهادة يوم الخمسين بالعطية التي من فوق، أي بمجيء النار في شكل ألسنة وبنزول الروح على شكل ريح عاصف. هنا بينتهي كلام القديس كيرلس عن هذه الجزئية. ما ننساش أن هذه النفخة التي نفخ الرب في وجه الرسل على وجه الخصوص هي ذاتها النفخة التي تنتقل إلى رجال الإكليروس في الكنيسة، سواء الأب الأسقف في رسامته وأيضا الأب الكاهن. نفخة الروح القدس لتكميل رسالة الكهنوت. أما حلول الروح القدس على التلاميذ وعلينا في يوم الخمسين فكان بدء ميلاد الكنيسة لكي تنال كل عطايا وهبات المسيح. ننتقل إلى نقطة أخرى، أن الروح القدس هو الذي يطبع فينا صورة المسيح لتنتقل إلينا كل أفعال المسيح الخلاصية التي أكملها من أجلنا. الروح القدس هو اللي بيطبع فينا صورة المسيح، زي ما السيد الرب بيقول عن الروح القدس أنه يأخذ مما لي ويعطيكم. بيقول القديس كيرلس الكبير: روح المسيح مخلصنا هو بمثابة صورته الخاصة،
وهو يطبع فينا الصورة الإلهية بطريقة ما بواسطة نفسه، إذ هو يعجن ويعيد تشكيل أولئك الذين يحل فيهم بالمشاركة ليكونوا على صورة الابن، حتى إذا ما رأى الله الآب فينا ملامح ابنه الخاص اللائقة به يحبنا نحن أيضا كأولاد له، ويشرق علينا بالكرامات الفائقة لهذا العالم. البابا أثناسيوس الرسولي بيقول: حيث أنه هو روح الله، فبسبب كونه فينا نعتبر بحق، إذ قد اقتنينا الروح أننا في الله، وكذلك أن الله فينا، غير أننا لا نكون في الآب بمثل ما يكون الابن في الآب، لأن الابن لا يشترك في الروح ليصير بواسطته في الآب، وهو لا ينال الروح، بل بالحري هو الذي يعطيه للجميع. والروح القدس لا يربط الكلمة بالآب، بل بالحري الروح يأخذ مما للكلمة. القديس كيرلس الكبير بيقول: المسيح فينا بواسطة الروح القدس. ويقول أيضا أنه يعيد رسم طبيعتنا بحسب جمال المثال الأصلي، ويجعل الإنسان مرة أخرى على صورة الله. وبيقول أيضا أن الابن هو صورة الآب الكاملة، وروح الابن هو مشابهة طبيعية له. لذلك فإن الروح حينما يعيد تشكيل النفوس الناس إلى شكله الخاص، فهو يطبع عليها بنوع ما الشكل الإلهي، ويختمها بصورة الجوهر الفائق الكل. وبيقول أيضا إن المسيح يتصور فينا بأن يغيرنا الروح القدس تغييرا جذريا من صفاتنا البشرية إلى صفاته هو. وفي كده بيقول القديس بولس الرسول: أما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح. وهكذا ترتسم سمات الابن بنوع ما في الذين صاروا شركاء طبيعته الإلهية بقبول الروح القدس. فالروح القدس هو الذي يطبع فينا صورة المسيح. ننتقل إلى بند آخر، وهو أن الروح القدس الواحد هو الذي يهب المواهب المتنوعة للكنيسة. هو واحد ولكنه يهب مواهب متنوعة للكنيسة، كما أن قوة الجسد المقدس في سر الإفخارستية تجعل الذين يحل فيهم جسدا واحدا بالتمام، كذلك روح الله حينما يحل في الجميع وهو واحد وغير قابل للانقسام، فهو يجمع الجميع إلى الوحدة الروحية. يقول القديس بولس الرسول: بروح واحد أيضا اعتمدنا إلى جسد واحد، وجميعنا سقينا روحا واحدا. إن كان هو نفسه أي المسيح نهر الله المملوء ماء بحسب قول المزمور، ووادي النعيم الذي يسقي منه الله الآب الذين يحبونه، فكيف لا يعتبر روحه شرابا وماء محيا؟ قديس كيرلس الأورشليمي كان بيتكلم في عظة له رقم 16، بيقول فيها: لماذا يدعو الرب نعمة الروح القدس ماء، كما جاء في إنجيل يوحنا صح 4
وإصحاح 7. ذلك لأن قوام كل شيء يكون بالماء، ولأن الماء ينزل واحدا في شكله ولكنه يتنوع في مفعوله، فإن ينبوعا واحدا يسقي الفردوس كله، والمطر الواحد بعينه ينزل على العالم كله فيصير أبيض في السوسنة وأحمر في الوردة وأرجوانيا في الزنبقة والبنفسج، ويتنوع ويتشكل بصور متعددة، فهو في النخلة غير ما يكون في الكرمة، وهو يصير في الكل كل شيء مع بقائه واحدا في طبعه. إن المطر لا يغير ذاته وينزل بصور مختلفة عن بعضها، ولكنه يتكيف مع طبيعة الكائنات التي تقبله، فيصير لكل واحدة منها بما يناسب تكوينها. وهكذا الروح القدس أيضا، وهو واحد بطبعه وغير منقسم، لكنه يقسم النعمة على كل واحد كما يشاء. أود أن أختم هذه الحلقات عن الموضوع العام: عباداتنا الليتورجية هي ترتيل عقائدنا الإيمانية. أود أن أختم هذه الحلقات كلها، سواء في جزئها الأول أو الثاني، بقول للقديس الأنبا مقار الكبير يقول فيه: كما أن حياة الجسد في العالم هي النفس، كذلك حياة النفس في العالم الأبدي السماوي هي روح الله. لذلك يجب على من يطلب الإيمان والاقتراب إلى الرب أن يلتمس نوال الروح الإلهي منذ الآن، لأنه هو حياة النفس. لهذه الغاية أكمل الرب مجيئه ليمنح النفس روحه القدوس منذ الآن حياة لها. إن كان أحد لا يطلب منذ الآن وينال روح وينال نور الروح الإلهي حياة لنفسه، فإنه عند خروجه من الجسد يطرح على اليسار في مواضع الظلمة ولا يدخل ملكوت السماوات. كان أحد لا يطلب منذ الآن وينال نور الروح الإلهي حياة لنفسه، فإنه عند خروجه من الجسد يطرح على اليسار في مواضع الظلمة ولا يدخل ملكوت السماوات. وأما النفس التي تسلك في نار الروح القدس وفي النور الإلهي، فإنها لا تصاب بضرر من الأرواح الشريرة، بل إذا ما اقترب أحدهم منها فإنه يحترق من النار السماوية التي للروح. لا يهمنا إطلاقا إن احنا نتكلم عن الروح القدس كلام نظري، بمعزل عن أن نأخذه في حياتنا، أن يصير الروح القدس ساكنا فينا منذ الآن، كقول القديسين أنبا أنطونيوس والأنبا مقار الكبير. أن النفس التي تسلك في نار الروح القدس وفي النور الإلهي، فإنها لا تصاب بضرر من الأرواح الشريرة. بنخاطب الروح القدس بنقول له: هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا. وهكذا يظل الروح القدس يعمل في الكنيسة كل يوم،
ليهيئ أولادها ليوم المجيء الثاني الذي يأتي فيه الرب ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد كأعماله، إذ تصلي الكنيسة كل حين قائلة: أظهرت لي إعلان مجيئك هذا الذي تأتي فيه لتدين الأحياء والأموات وتعطي كل واحد كأعماله. قد أنهينا هذه الحلقات عن هذا الموضوع لا لكي نملأ عقولنا بالمعرفة، بل لكي نتعرف ونتحسس عظم خلاصنا الذي قدمه المسيح لنا، كي نقتني في حياتنا هذا الخلاص بالروح القدس الذي نلناه في المعمودية، معدين أنفسنا لمجيء قريب للرب، هذا الذي له كل المجد والكرامة والسجود في كنيسته المقدسة من الآن وإلى الأبد. آمين.